الانتشار الكبير لفيروس كورونا ومن مبدأ السلامة للجميع والحفاظ على صحة أطفال مدينتها، قامت الطفلة أنستازيا بشور من مدينة صافيتا بتركيب فيديو توعوي من مخاطر الفيروس وبثلاث لغات، وحقق انتشارا واسعا بين الأطفال. أنا أنستازيا جود بشور، عمري 8 سنين، من مدينة صافيتا بطرطوس. أنا قررت أعمل هالفيديو مشان وعي الأولاد اللي من جيلي أو الأكبر مني أو الأصغر مني من مخاطر فيروس كورونا ومن خطورته، ومشان ينتبهوا ويهتموا بأنفسهم ويعملوا طرق الوقاية. هلأ رح أحكي لكم عن مخاطر الفيروس بثلاث لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية. فيروس كورونا أو كوفيد-19 هو فيروس خطير يصيب جهاز التنفس للإنسان، وينتقل من شخص إلى شخص عبر القطيرات الصغيرة التي ينقلها الشخص المصاب من أنفه أو فمه عندما يشعر أو يعطس أو يتكلم. والآن بالفرنسية، لو فيروس كورونا أو كوفيد-19 est originaire de Chine. Il se propage rapidement à travers le monde. والآن بالإنجليزية، how to protect ourselves from coronavirus. Number 1. Wear a mask. Number 2. Avoid crowded places. Number 3. Wash your hands frequently. Number 4. Eat healthy food. Number 5. Avoid touching face, nose and eyes. Number 6. Focus on getting vitamins, especially vitamin C and D. Number 7. Finally, do some exercises even in your home. وكان لوالديها الدور الأكبر في تنمية مواهبها وصقلها في الأمور التوعوية وتشجيعها على الاستمرار. من بداية فيروس كورونا وبداية انتشاره، نحن التزمنا بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة من ناحية المعلقمات والتباعد الاجتماعي، وأخذنا هذا الموضوع على عاتقنا هون بالبيت. أنستازيا كانت مهتمة بهذا المواضيع، وهي بالشطورة بالمدرسة بتحكي عربي إنجليزي فرنسي، حبت تعمل فيديو توعوي عن مخاطر هذا الفيروس ومنين انتشر وبلش وكيف طرق الوقاية فيه، ونحن شجعناها بهذا الموضوع. أنا أمّا لأنستازيا من وقت ما بلش انتشار الفيروس وهي عندها الاهتمام، بتحب تعرف إنه ليش انتشر، شو السبب، شو المخاطر، فحبينا ننمي لها الموهبة. عملنا لها فيديو صغير نعرض، أخذ صيت قوي وهي حبت الفكرة، ومن وقتها حبينا ننمي لها مواهبها بالإنجليزي، عربي، فرنسي. وتأمل الطفلة أنستازيا كما كل أطفال سوريا أن ينحسر انتشار الفيروس من خلال التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية اللازمة لتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.